هذه كانت المطربة السورية لينا شماميان، وهذا مقطع من حفلة لها في جنيف تغني إحدى أغنيات ألبومها الأول. الآن عندها 4 ألبومات، لكن الأغنية جميلة جدا، اسمعوها بالي معاك. أود أن أكمل غناء هذه الأغنية لكنني أخاف أن أشوهها، لأن لينا شماميان هنا معي في الاستوديو. يا مرحبا بك يا لينا، سأنتظر حتى يعمل الضوء. ارجع إلى الخلف، ارجع إلى الخلف، ارجع إلى الخلف، ارجع إلى الخلف قليلا. أيوة، مرحبا يا لينا. يا هلا. ماذا تفعلين هنا في لندن؟ أكيد عندك حفلة. غدا الحفلة. دائما نعتاد عليك أنت، يعني بشكل شبه سنوي تأتين إلى لندن وتحيين الحفلات. هذه الحفلة ماذا تختلف؟ الحفلة راح تكون أول شيء مرحبا. مرحبا. الحفلة بكرة يوم السبت ب20 أكتوبر تشرين الأول راح تكون تشاريتي كانسرت بدعم من جمعية هوب لدعم مرضى سرطان الثدي، دعم الأبحاث ودعم الكشف المبكر عن سرطان الثدي. فراح يكون فيها كتير شغلات مختلفة، الحفلة ما حتكون تشبه باقي الحفلات. المختلف فيها؟ راح يكون في أغنية خصيصاً انكتبت لهي الحفلة ولهي المناسبة، وبعدها راح يتم تسجيلها. انكتبت أم أنت كتبتيها؟ كتبتها ولحنتها. جميل. وبكرة راح يتم تأديتها أول مرة على المسرح. راح يكون معي كمان ضيفة نجمة طفولتنا ريمي بندلي. ريمي بندلي التي غنيتي أنت وهي على الفيسبوك. تمام اللي غنينا على الفيسبوك راح تكون موجودة معي بالحفلة. مبسوطة أن تكون ضيفتي. الحفلة ما حتكون بس يعني هو شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، بس الحفلة ما حيكون بس هذا طابعة، راح يكون في مشاوير بين سوريا ولبنان ومصر والعالم العربي كله. مشوار هيك خصو بالسلام، خصو بالطفولة، خصو بالمرأة، خصو بالرجال اللي بيحبوا النساء، بالرجال اللي بيدعموا كل هذول السلام والأطفال والولول كله. طيب دعيني أتوقف عند مسألة يعني هذا المرض الذي منتشر حاليا. هل هناك شخص في بالك مثلا من مرضى سرطان الثدي تحبين أن تدعميه مثلا؟ الحقيقة يعني ما بتخيل في ما في حدا فينا ما في قريب لإله مصاب بهذا المرض. حاليا من فترة شهر ونص تقريبا عرفت أنه خالتي اللي هي فعليا ربتني، هي عرابتي، مصابة فيه وعم تقاتله. فأنا عم بكتب الغنية كنت عم بفكر فيها بشكل أساسي، وهلأ بالله مرحبا. في فقدت عدد من صديقاتي كمان بهذا المرض مع أنهم صبايا وصغار بالعمر. بعرف أنه في كتير من رفقاتي اللي حولي اللي هنين عن جد كتير بحس عندهم شجاعة فظيعة أنهم يتغلبوا على المرض وحولوه بدل ما يكون نقطة سلبية لشي خلاهم يكملوا حياتهم بإيجابية أكتر بكتير، ويحسوا أنه الموت ممكن يكون جدا قريب وفينا نتفوق عليه. جمهورك واسع جدا في سوريا وأيضا بين المغتربين، أنت تحيين حفلات في أوروبا، تحيينها في كل المناطق، ربما في أمريكا. كل جمهورك كانوا من المغتربين، الآن نحن نعيش أزمة لاجئين والسوريون أصبحوا في كل مكان. كيف أثر هذا على جمهورك؟ أثر أنه عدد الحضور من السوريين صار أكيد أكبر. أثر أنه بدل ما ألتقى السوريين بس ببلد واحد صار فيني ألتقى فيهم بعدة مدن، صار فيني أسمع قصصهم، صار فينا نحكي لبعض قصص بعض، تجارب بعض، صار فينا بلشت لاحظنا بلشنا ندعم بعض ونساعد بعض، بلشنا نتعرف على ثقافات تانية، بلشوا السوريين اليوم ينتشروا أكثر. يعني هذا الشيء الإيجابي الوحيد للشتات السوري إذا بدنا نقول. الشيء الصعب اللي عم حسه هو الفروقات اللي عم تصير بين سوريين موجودين لسه جوات سوريا واللي صاروا موجودين برا بحكم الظروف المعيشية المختلفة اللي عم نعيشها كل يوم. فبلش يصير في شوي فجوة بين ما حدا في سوء تواصل بأنه اللي جوا ما عم يعرفوا شو عم بيصير فيهم اللي برا، واللي برا ما عم بيعرفوا تماما شو عم يمرقوا اللي جوا. أنت يعني اشتقتي للشام؟ دائما مشتاقة للشام. طيب لن أعود إلى شوق للشام. جديد لينا شماميان. في مجموعة من أغاني سينجلز خاصة بقصص مرقت فيهم بآخر سنة. مثلا بحفلاتي كان عندي مجموعة حفلات بتونس من شهرين، فأنا وبالمطار باريس صار معي حادثة، فكتبت أغنية باللهجة السورية التونسية اللي هي اسمها يا أخي أنا سورية، اللي هي بتحكي عن مشاكل السفر اللي عم تواجه السوريين. أنا تم إنزالي من الطائرة بسبب كوني حاملة جواز سفر سوري، صار بده الموظف يشوف إجراءات معينة وهي موجودة وقانونية. فبعرف أنه في كتير من رفقاتي مرقوا فيها، في كتير ناس مرقوا فيها. يعني بحس ما في سوري أو عراقي أو فلسطيني ما مرق فيهم هدول الأشياء، حتى رفقاتي التوانسة ما بيمرقوا فيهم. فكتبت أغنية
اهداء للعالم اللي هي بالمطارات موجوده بتتحكم بسفرنا، نفس الوقت دعم لنا كلنا انه نحن كلياتنا نفس الشيء. جميل جدا. انا طبعا ساكون اناني جدا بانه سنحتفظ بغنائك لنا ولفريق تريندينج وليس للمستمعين، لانه انت بكره مع المستمعين والمشاهدين ورح تكوني معهم بالراديو ايضا في حفلتك. كلمه بدك تقولي لياهم؟ بدي اقول لك انه برنامجك انا بحضره وبتابعه كثير على انستغرام، بشوف دائما الشغلات وبنبسط قد ايه في حيويه عم تعطيها دائما. بدي اقول بس انه نحن بالحياه دائما رح تطلع وتنزل الدنيا، بس حلو نلحق الشغف تبعنا ونجرب نطبقه باي مكان رح نكون فيه بالعالم. لينا شماميان نورتي تريندينج يا لينا، رح تغنينا لينا بعد تريندينج لفريق تريندينج. شكرا للمتابعه، القاكم الاثنين قبل نصف ساعه من الان.